متعلقة بإمكانية خلق مستشفى متكامل للأمراض ديال السرطان بالإقليم، وكذلك لإنجاز مركب الرياض. وحيث أن الأمر يتعلق بالنقطة الأولى المتعلقة بدراسة إمكانية إنجاز مستشفى، نقول على أنه المصالح ديال العمالة بالتنسيق مع مصالح المجلس الإقليمي وكذلك السادة المنتخبين، أنه عملت على الاتصال مع المصالح، وبهذا الإطار نخبركم على أنه تلقيت مكالمة هاتفية من السيد وزير ديال الصحة، واللي أخبرني على أنه بالنسبة للتدابير المتخذة، هو تدبير وهو أنه هناك يوجد جناح حالي قائم للإنجاز بالمستشفى الحسني، واللي غادي تنطلق فيه الأشغال في القريب، وغادي يكون خاص بالأمراض ديال السرطان. النقطة الثانية وهو أن الوزارة تتعهد بالأخذ بعين الاعتبار المشروع الذي يقوم كيتنجز الآن في ساحة ديال المطار، واللي غادي يكون واحد المشروع مهم جدا، كما أشار السيد مندوب الصحة في مداخلتي على أن الأمر يتعلق بمركب صحي، لأن الأمر سيشمل إلى مركز ديال خاص بمعالجة أمراض السرطان، هناك كذلك تصفية أمراض الكلي، وكذلك النقطة الثالثة وهو مركز الاستقبال، بالإضافة إلى مركز صحي. وفي هذا الإطار في الأسبوع الفارط كان عندنا اجتماع هنا مع السيد الولي، وعقدنا جلسة في عين المكان، وتم توقيع اتفاقية اللي بمشاركة المجلس الجهوي، المجلس الإقليمي، وكل الأطراف المعنية من أجل خروج هذا المشاريع. والغلاف المالي لهذا المشروع الأول اللي غيدار واللي كنعتبره مشروع مهم جدا، وهو المشروع ديال هذا المركب الصحي اللي بما فيه الجناح ديال المرض، واللي عطى التفاصيل ديالو السيد لا داعي للعوده لها، عطى السيد المندوب الصحه. هذا غادي 13 مليون ديال الدرهم، واللي غادي يكون ان شاء الله شهر قريب عجيب. وبالنسبه للغداء ان شاء الله كاين واحد يعني واحد الملتقى في جده، واللي غيتقدم كذلك من ضمن ما غيتقدم كذلك المشروع ديال الناظور حسب ما افادني فيه السيد الولي وكذلك رئيس مجلس الجهه. فاذا هذا المشروع اولا غيتخاد من طرف وزاره الصحه على مستوى التجهيزات، وعلى مستوى كذلك الوسائل البشريه، واللي يعني يشتغل في القريب العاجل. النقطة الثالثة وهي المتعلقة وهي اللي تسجلت وهي اللي هو الحل الجذري، وهو إنجاز واحد المستشفى. كان كتعرفوا أن الإكراه دي كان هو الإكراه ديال العقار، عملنا على أنه تخصيص عقار بالجامعة ديال سلوان على مسافة على مساحة 16 هكتار، وهذا العقار غادي يشهد بناء واحد المستشفى متكامل بما فيه جناح خاص بالامراض ديال السرطان. الان الحمد لله الاتصالات قائمه، وعلى انني السيد الوزير اكد لي على انه سيعمل كل ما وسعه ان شاء الله باش هذا المشروع يرى النور، لاننا نشتغل على يعني اتخاذ التدابير اللازمه، وعلى يعني اخراج هذا المشروع الى حيز الوجود، واكيد ان شاء الله على انه غادي يخرج حيز الوجود، لاننا كيف عالجنا الوضعيه العقاريه بالنسبه للمركب الرياضي، اذا كذلك بالنسبه للمستشفى المتكامل واللي بنضيف 16 هكتار، واللي غادي يكون 16 هكتار فقط ماشي غير المستشفى، لانه غادي يكون عده اجنحه، لانه كشطر اول كما اشار السيد المندوب الصحه غادي يكون المستشفى، ويمكن يكون جناح خاص بالسرطان، يمكن يكون اجنحه، وبالتالي سيصبح ان شاء الله مستشفى له اهميته الخاصه بالنسبه للاقليم كامل. فنتمنى ان شاء الله على اننا والان نحن بصدد تهيئ واحد العدد ديال الاتفاقيات اللي من شانها اللي مرتبطه بالمخطط الاستراتيجي للتنميه. اللي بغيت نقولوا اننا بصدد الحديث هذا الصباح كان عندنا اجتماع فيما يخص الاتفاقيه ديال حمايه الناظور الكبير من الفيضانات، واللي تمت المصادقه عليها، بل ان الاشغال شرعات من طرف شركه مارشيكا، واللي هذا الصباح كان عندنا الاجتماع ومع الوكاله ديال الحوض، واللي ان شاء الله كذلك غتنطلق كذلك الاشغال ديال البناء ما تبقى من هذا المشروع المهم، اللي هو الغلاف ديالو كيف قلت 195 مليون ديال الدرهم، علما ان هناك ان شاء الله اتفاقيات اخرى ستخرج الى حيز الوجود، اللي ممكن منها اتفاقيه ديال تاهيل الاحياء الحضريه بالنسبه للاحياء الناقصه ديال الجهيز، وكذلك المحاور الطرقيه الهامه وغيرها. ولعل المشروع ديال المرفق الهام ديال الصحه الذي نحن بصدد الدراسه ديالو غادي يكون كذلك
احدى البرامج الهامه اللي غيشمل هذا المخطط الاستراتيجي. اؤكد لكم على انه مصالح العماله بتنسيق مع مصالح المجلس الاقليمي للذخيره جهدا. بغيت نشير كذلك على انه في اتصال احد الفرق كان عندنا اجتماع هنا كذلك حتى مع رئيس مجلس الجهه، وعلى انه بدا الرغبه ديالو الاكيده على انه باش جميع البرامج اللي غتكون انه مستعد يساهم فيها ويشارك فيها بواحد المساهمه، وعلى انه غادي يعطي واحد الاهميه خاصه للاقليم ديال الناظور على غرار باقي الاقاليم ديال الجهه. ونتمنى ان شاء الله على اننا سنسير في هذا الاتجاه لتحقيق ما كيتوخاه الساكنه ديال الاقليم وما يريد سيدنا المنصور بالله لهذه المشاريع المهمه اللي كيعرفها باقي الاقليم. واكيد ان شاء الله ان هذا المشروع غادي يخرج ديال الصحه. ومره اخرى خالص تشكرات لكل من ساهم القريب، لا من السيد المنتخبين المجلس الاقليمي والمجلس الجهوي، وكذلك جميع الاطراف اللي كانت وراء هذا العمل الهام. نتمنى ان شاء الله اننا سنعمل على اخراج هذه المشاريع في القريب العاجل، وشكرا. شكرا للسيد العامل.